الدفاع من الحاجات المهمة جدا في كرة القدم، مهما كان مركزك جناح او خط وسط او مدافع، فلازم تكون بتعرف تدافع كويس، لانك لو بتدافع كويس هتقدر تحول الهجمة بدل ما كانت عليك هتبقى هجمة لك. وعشان كده في الفيديو هقولك على 5 اخطاء تقريبا معظم اللاعبين بيقعوا فيهم، وهقولك ازاي تبدأ تصحح الاخطاء دي عشان تبقى مدافع قوي. وكالعادة ندخل بالانترو ونبدأ على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ابطال؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معكم عمر شلتوت، واهلا بكم في فيديو جديد. والنهارده مع اول فيديو في سلسله المراكز، السلسله اللي هنتكلم فيها عن كل مركز بالتفصيل. فهناخد كل مركز كده ونتكلم فيه عن الاساسيات والمهارات والمواصفات اللي لازم تبقى عندك لو انت تلعب في المركز ده، واهم التمارين اللي انت هتعملها سواء بالكوره او من غير الكوره، والاخطاء الشائعه ونصائح عشان تبقى مميز في مركزك، وهنحلل تحركات اللعيبه في المباريات. فمثلا الجناح، هنتكلم على مهارات الجناح، والمقصود هنا بالمهارات مش مهارات المراوغه بس، مهارات مثلا زي الاستلام، ازاي يستلم الكوره ويجري بيها على الخط، ازاي وقفته تبقى على الخط صح. والمهارات مش مهاره بس ان هو يعدي واحد ضد واحد، ازاي لو هو مثلا واحد بيجري معاه على الخط فهو عايز يوقف ويتحرك لقدام، او عايز يوقف ويرجع لورا، او عايز يوقف ويقطع لجوه، او هو بيجري جوه وعايز يقطع الخط ويعمل كروس. فهنتكلم عن كل حاجه بالتفصيل باذن الله. وهنبدا باول حاجه بالدفاع. فهنتكلم عن الدفاع، ازاي تدافع واحد ضد واحد، اساسيات الدفاع، وبعد كده ندخل على ازاي تدافع واحد ضد اتنين، واحد ضد اكتر من واحد، وبعد كده هندخل على التاكلينج، ازاي تعمل تاكلينج صح في الملعب، وامتى تعمل تاكلينج، وهنتكلم عن التحجيز، ازاي تحافظ وتحمي الكره من الخصم، وهنتكلم عن تحركات المدافع في الملعب والواجبات اللي عليه، وهنعرض التمارين اللي لازم اي مدافع يعملها. وفي فيديو النهارده هنتكلم عن اول حاجه وهي اساسيات الدفاع واحد ضد واحد. اقول لك على الاخطاء الشائعه اللي تقريبا معظم المدافعين بيعملوها، وازاي تتجنب الاخطاء دي عشان تبقى مدافع قوي. فعرفني حالا تحت في التعليقات مركزك ايه، ولو عندك اي سؤال بخصوص مركزك سيبه تحت برضو في التعليقات. وشكرا لدعمكم المتواصل المستمر، شكرا لكل واحد دعم وبيدعم القناه سواء باللايك سواء بالكومنت سواء بالشير على السوشيال ميديا، شكرا جدا. بفضل الله ثم بيكم قربنا نوصل خلاص 15000 مشترك، وان شاء الله نوصل ل 20000 مشترك قريب و100000 مشترك قريب. ويلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو دي اول مره ليك هنا وانت مهتم بكره القدم من اساسيات مهارات نصائح كرة الشارع والكباري كرة القدم الاستعراضية، يبقى تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس وتظهر لك كل او قول عشان متفوتكش اي فيديو جديد كل يوم سبت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول خطأ هو انك بتقف مكانك وتستنى لما الخصم يجيلك، او بتحرك على الخصم ببطء، فانت كده بتتيح للخصم فرصة كبيرة جدا ان هو يجري عليك بسرعة ويضغط عليك، وبالتالي هيكون الاولوية ان هو يعدي منك بسهولة. فلو انت عملت العكس وجريت انت ناحية الخصم بسرعة، فانت كده ضغطت عليه وما اديتش لوقت ان هو يفكر، وبالتالي الاولوية في الفوز في الموقف ده فهتكون لك. فاول حاجة تتعلمها وانك تجري ناحية الخصم بسرعة وتضغط عليه. فاول ما الخصم يستلم الكرة اجري عليه بسرعة، وما اديش لوقت ان هو يرفع راسه ويشوف القرار المناسب اللي هيتخذه. فانت كمدافع مش مطلوب منك في كل الحالات انك تقطع الكوره من الخصم، بس المطلوب منك انك تبطئ سرعته وتخلي حركته متوقعه. وحاجه مهمه هنا قبل ما توصل للخصم، بطئ سرعتك، لانك لو فضلت تجري بسرعه واندفعت عليه فهيكون من السهل عليه ان هو يعدي منك. فمهم جدا انك تجري بسرعه وبعد كده تبطئ سرعتك قبل ما توصل له، والمسافه اللي هتكون بينك وبين الخصم حوالي ذراع، يعني لو مديت دراعك على الخصم هتلمسه. لو مش فاهم قوي فما تقلقش، لان النقطه دي هتوضح اكتر لما ينزل فيديو تمارين كتطبيق على الفيديو ده. يعني كل خطأ وكل نصيحة في الفيديو ده هيبقى لها تمرين مخصص وهتفهم كل حاجة اكتر. فهنا برضو نصيحة مهمة للمهاجمين، فانت كمهاجم عشان يبقى ليك الاولوية انك تكسب الموقف، تجري ناحية الخصم بسرعة، ودي اللي اتكلمت عنها في فيديو تعلم كيفية اللعب مثل محمد صلاح، واتكلمت عنها في ازاي تعدي واحد ضد واحد بدون مهارات. فاللي هيجري بسرعة هو اللي هيكون الاولوية ان هو يكسب الموقف. تاني خطأ هو انك لما بتروح على الخصم بتقف بالشكل ده او بالشكل ده. طب ليه الوضعيتين دول خطأ وايه الصح؟ الوضعيتين دول خطأ لانك لو وقفت كده فانت كده هتتيح للخصم ان هو يعدي منك من 3 اماكن، ممكن يعدي من الناحية دي او من الناحية دي او يجيب فيك كوبري. ولو وقفت كده فانت كده هتتيح للخصم ان هو يتحرك في الاتجاه ده، ولو اتحرك كده فانت عمال بتلف جسمك يكون هو جري. طب ايه الوضعيه الصح اللي هتقف عليها لما تيجي تقطع الكوره من الخصم؟ الوضعيه الصح انك تقف بجنب بالشكل ده، ولا تقف كده ولا كده.
هتقف بجنب بالشكل ده. طب تقف كده ولا تقف كده؟ ده هتعتمد على حاجتين. اول حاجه على حسب القدم الضعيفه بالنسبه للخصم. فمثلا القدم الضعيفه بالنسبه للخصم في الحاله دي هي الشمال، فانا هقف بالشكل ده عشان اجبره ان هو يتحرك ناحيه قدمه الضعيفه. لو وقفت بالشكل ده واتحرك ناحيه القدم القويه فبالتالي هيبقى سهل عليه ان هو يتحرك كده ويشوط الكوره بكل سهوله. تاني حاجه هتعتمد على قدمك القويه. فمثلا القدم القويه اليمين فهقف بالشكل ده، بس في الحاله دي هو قدمه الضعيفه الشمال فلازم اقف كده. طب قدمي الشمال ضعيفه اقويها. طب ليه مهم انك تقوي القدم اللي هتكون ناحيه الخصم؟ عشان لما تيجي تعمل تاكلينج فهتعمل تاكلينج بالقدم ناحيه الخصم، فلو انت القدم بتاعك ضعيفه ومش هتقدر تعمل بيها تاكلينج فكده برضه هيعدي منك بسهوله. يبقى ملخص النصيحه دي انك هتقف بجنب بالشكل ده وتخلي الخصم تجبره ان هو يتحرك في الاتجاه الضعيف بالنسبه له. فانت كده بتجبر الخصم ان هو يتحرك في اتجاه واحد وحركته بتبقى متوقعه، وحاول تجبره ان هو يجري ناحيه الخط او تجبره ان هو يجري ناحيه صديق لك وصديقك الثاني يساعدك وياخد الكوره منه. وانت قدمك الضعيفة تقويها وتريحنا يا عم. ولو مش عارف ازاي تقوي القدم الضعيفة فانا عملت فيديو سابق عن ازاي تقوي القدم الضعيفة بالتفصيل وهيفيدك جدا باذن الله، والرابط في وصف الفيديو. مهم هنا جدا لو الخصم عمل حركة وعدى منك من الناحية التانية ما تلفش جسمك وراه وتجري بالشكل ده، غير اتجاهك معاه. فانا واقف كده هو جري الناحية دي فانا هروح اتجاه كده، جري الناحية دي فاعمل كده، هغير اتجاهي معاه كل شوية. ثالث خطأ وهو الوقوف بالشكل ده، جسمك مفرود وركبتك مفرودة وواقف على قدمك كاملة. طب تعمل ايه؟ تقف على اصابع القدم وتبني ركبتك وتقدم الجزء العلوي من جسمك لقدام شوية، وده هيساعدك في التوازن وهيساعدك انك تغير اتجاهك بسهولة. فلو انت واقف كده هيساعدك تغير اتجاهك بسهولة بالشكل ده. لو انت كنت واقف على اصابع القدم كاملة فانت مش هتعرف تتحرك، ولو الخصم راح في الاتجاه الثاني فانت حاولت تبني جسمك ممكن تقع اصلا، لان توازنك في الحالة دي بيكون قليل جدا. طب فاصل سريعا وندخل على الخطأ الرابع، كرسي التحكم اللانهائي بالكرة. خلاص فاضل ايام على انتهائه واللي هيكون متوفر على منصة يودمي، والكرسي عبارة عن اكتر من 150 تمرين، وكل تمرين هتعرف ايه الاخطاء الشائعة فيه والنصائح عشان تعمل التمرين صح، وهقولك فايدة كل تمرين في الملعب. وفي نهاية الكورس هتكون قادر على التحكم بالكرة واللعب تحت الضغط في الملعب، وهقدر تعمل مهارات بسهولة وتعمل مهارات ورا بعض، وهيكون في خصم اكتر من 50% لاول 100 مشترك في الكورس. يعني سعر الكورس ممكن يبقى لاول 100 مشترك 500 جنيه فيما يعادل 30 دولار. ولو عايز انك يكون لك الاولوية انك تستفاد من الخصم فسجل في الفورم اللي هسيبه لك في وصف الفيديو، وهتجاوب على شوية اسئلة بسيطة. ولحد ما الكورس ينزل في خلال الشهر دي ان شاء الله هختار اكتر واحد بيتفاعل على القناة وياخد الكورس مجانا. رابع خطأ هو عدم اختيار الوقت المناسب لعمل التاكلينج، ودي خطأ ناس كتير جدا بتعمله لما يروح على الخصم او على اي مهاجم بيفضل يعمل تاكلينج وخلاص، يفضل يتزحلق وخلاص. انت لو عملت تاكلينج والخصم عدى منك فانت كده جيم اوفر، هو كده عدى منك وخلاص، كده انت وقعت في الارض، كده كل حاجه انتهت. فاختار الوقت الصح اللي هتعمل فيه التاكلينج. طب ايه الوقت الصح اللي هتعمل فيه التاكلينج؟ لو الخصم فضل يعمل حواليا عليا ستيب اوفر كتير فانا عادي ما اتحركش، الجماهير بتسقف، الناس كلها عماله تهيص بره، انا ما فيش اي حاجه بالنسبه لي ولا اي حاجه بتضرني. انا هعمل تاكلينج امتى؟ في الحركه النهائيه ليه؟ لما يعمل اخر ستيب اوفر وبياخد الكوره، هي دي اللحظه اللي هعمل عليه تاكلينج فيها. خامس خطا هو عدم استخدام جسمك لايقاف الخصم، بمعنى ان الخصم خلاص هيعدي مني كذا مره وعدي فانا بطلع الكوره بره. فالافضل انك تحط جسمك بين الخصم والكوره وتاخد الكوره ليك وتكمل بيها في اللعب، ما تخرجهاش بره. ونصيحه مهمه بونص تيب للناس الحلوه اللي بتكمل فيديو الاخر، مش كل المواقف لازم تدافع فيها، ممكن من الاول اصلا تخلص الموقف بدون ما تدافع. ازاي؟ لو الخصم بيستلم الكوره فانت مركز معاك جدا وعارف ان اللمسه الاولى ليه للكوره هتكون ضعيفه، فتجري عليه بسرعه وهو بيستلم الكوره وتضغط عليه وتاخد الكوره منه.
عرفني بقى تحت التعليقات مركزك ايه وحاول الفيديو الجاي يكون عبارة عن ايه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل شير على السوشيال ميديا فيس واتس انستجرام. عايزين نوصل القناة 100,000 مشترك قريب. تقدر تتفرج على فيديو تعلم كيفية اللعب مثل محمد صلاح من هنا وفيديو كيفية تطوير وتقوية القدم الضعيفة من هنا. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت واشوفك في فيديو جديد كل يوم سبت الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.